جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما معنى قوله تعالى: قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون؟ كيف سموه مرقدا؟ يا القبر إما نعيم وإما جحيم. مرقد لبقائه ونكثه فيه، فهو يشبه مرقد النوم، وإن كان في نعيم أو في عذاب فهو مرقد. مرقد نعيم ولا مرقد عذاب والعياذ بالله. فهم يتحسرون إذا قاموا من القبور، يتحسرون ويسألون سؤال استغراق ويقولون من بعثنا من مرقدنا، فيجابون هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون.